على كل حال بين الحنفية والمالكية حلف، هذا يعرف في من سبر كتب مذهب الإمام مالك. قد نص بعض أئمة المالكية من المتأخرين كالشيخ المهدي الوزاني في النوازل الكبرى على أن المسائل التي لا نص فيها في مذهب الإمام مالك يرجع فيها إلى أقوال الحنفية، وبعضهم أرجع الخلاف بين الحنفية والمالكية إلى 17 مسألة، يعني بالتفصيل أعظم أكثر أوسع من ذلك، لكن المراد المسائل الأمهات